يقول السائل: ما نصيحتكم للمسلمين الذين يرمون الرطب والعيش الزائد على الأرض ولا يبالون بحرمة ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا حرام، حرام أن الأطعمة ترمى وهي صالحة للاستعمال وصالحة للأكل، حرام أنها ترمى الزبالات والمواضع القذرة، لأن هذا من كفر النعمة، هذا من كفر النعمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ورأى صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة في الطريق فأخذها وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الزكاة لأكلتها. أخذه إياها صلى الله عليه وسلم يدل على احترام النعمة وعدم تركها ملقاة في الطريق. وأمر صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع، أمر بلعق الأصابع قبل مسحها بالمنديل، وأمر بلعق الصحفة. كل هذا يدل على توقير النعمة وعدم إهدارها. نعم.